بحسب رويال بانك أوف سكوتلاند وفي رسالة إلى عملائه، فإن 2016 هو عام التخارج من كافة الاستثمارات باستثناء السندات ذات التقييم الممتاز. بنك ستاندرد تشارتر يتوقع هبوط أسعار النفط إلى عتبة $10 للبرميل في ظل تعرضه للضغط جراء تباطؤ الاقتصاد الصيني وارتفاع سعر صرف الدولار واستمرار المنتجين بضغط المزيد رغم وفرة المعروض. في الصين نمت الصادرات ب 2.3% في ديسمبر الماضي مقارنة مع الشهر المماثل من 2014، وذلك بالنظر إلى الأرقام بالعملة المحلية، في حين تراجعت الواردات ب 4%.